لسه معاكم من على الريد كاربت مهرجان الجونه في دورته السابعه، وزي ما احنا متابعين مع حضراتكم النجوم والنجمات بداوا فعلا يوصلوا على ريد كاربت مهرجان الجونه. ودلوقتي انا معايا فنانة الجميله انجي المقدم. ازيكي انجي؟ ازيك يا جمعه، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، وانا مبسوطه قوي ان انت معايا. انا كمان مبسوطه. والحقيقه انا بتبسط كمان لما بشوف في ناس كده مهرجان الجونه مرتبط بيهم، انت واحده من الناس دي. ليه بتحبي مهرجان الجونة؟ بحس فعلا ان انا بنت المهرجان. مش عارفة، يمكن علشان موجودة فيه من اول دورة، دايما كنت بحرص اني احضر، حتى لو مثلا في سنين بيبقى عندي تصوير ملحقش احضر كل الايام، ممكن اجي احضر يومين وارجع اكمل شغل، او العكس ابقى بصور واجي احضر كام يوم في الاخر. بس دايما ببقى حريصة اني اكون موجودة، لانه انا بجد بحب المهرجان ده، يعني عزيز على قلبي قوي. كل حاجة فيه ليها طعم خاص، من الروح اللي بتبقى موجودة بين المشاركين والموجودين، حبهم الكبير قوي للصناعة وللمكان. خلي بالك كمان المكان بيلعب دور طبعا، يعني تحس ان هو بيلم الناس كده في مكان محندق كده وكوزي، وفي طبيعه وفي بحر وفي فكره الاستفاده كمان، زي ما كنتي بتتكلمي معايا فكره ان انتوا بالفعل بتيجوا بتستفيدوا طبعا. لا، الاستفاده الموجوده عروض اولا بتكون غنيه جدا، بانلز، ورك شوبس، دسكشنز، كل الناس بتقعد. الهاب اللي بيبقى موجود ده بيكون مكان حقيقي ممتع، الناس تيجي وتتكلم وتشارك افكارها واحلامها والباشن بتاعها اللي هو الشغف، وفرص بتخلق فرص صناعه. بصي بجد مهرجان بيهتم بالصناعه جدا جدا، والصناعه بتحتاج النوع ده من المهرجانات طبعا، لدعم ناس كتير، شباب كتير، لدعم مشاريع كتير. فانا بحبه وبحب احضره، ويمكن عشان كده يعني من اول سنه انا ببقى حريصه اني اكون موجوده. طيب خليني كمان ابارك لك على مسلسل وتر حساس اللي بيتعرض على اون تي في. الله يبارك. ومسلسل كده شكله سسبنس وفي تويستس كتيره، صح؟ اه. بصي هو مسلسل جديد مختلف، العلاقات فيه متشابكه جدا، مفيش حد تحسي ان هو ابيض قوي وحد اسود قوي. انا بحب النوع ده من الـ من الـ من الشخصيات لما تكون موجوده في عمل، ان انت ممكن احيانا تتعاطفي مع شخص، احيانا لا تخضي من تصرفاته، احيانا تغلطي، احيانا شخصيات حقيقيه زي اللي موجوده. فده موجود، عيله واصدقاء وبيحصل ما بينهم كوارث بقى. فبتشوفي الكوارث دي، ربنا يستر. طب احنا مستنيين مفاجآت، واضح ان في كوارث. أيوة. كتير زي أيوة. ما قلتي. لا لا، هي علاقات توكسيك. توكسيك جدا. ايوه ده حقيقي. توكسيك على الاخر. انجي، يعني احنا كنا بنتكلم يمكن قبل ما نطلع هوا، وكنت بتشكري لي قوي، كنت بتتكلمي عن مدى حبك للفنان محمود حميده. لا انا سعيده اولا بتكريم الفنان محمود حميده السنه دي في الدوره دي، لانه حقيقي فنان متميز ومختلف وعبقري وعنده شخصية منفردة. هو فنان منفرد. أنا بحب حضوره جدا، بحب طلته، بحب شخصيته، بحب فنه. فكل ده فرحانة له جدا بجد، وشايفة أنه تكريم هو يستحقه يعني عن جدارة. وعنده بكره برضو بانل. انا للاسف الشديد كمان الدوره دي عشان عندي تصوير، لان خلاص احنا هنعرض على اون يوم 27. احنا النهارده 24، خلاص قربنا، خلاص بنقفل كمان في حلقات وبنخلص، ما عندناش وقت. فهم مشكورين ادوني يومين بس اجازه اقدر اجي عشان تيجي برضو تشتغل. ايوه اشتغل فعلا بالظبط. فجيت وللاسف هضطر اسافر يوم السبت. فبكره ان شاء الله سعيده جدا ان البانل بتاعت الاستاذ محمود هتكون بكره، وان شاء الله ان شاء الله. انا سالت السؤال ده الحقيقه عشان انا كنت عايزه النظره دي والفايبس دي تطلع زي ما كنت بتتكلمي معايا على الفنان محمود حميده. أيوة. قبل الهوا، فكنت حريصه ان انا اسالك السؤال ده. ايوه ايوه. انجي انا بشكرك، شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك يا جمعه، ونورتيني، وان شاء الله تتبسطي في البانلز وتتبسطي كمان النهارده في الاوبننج مهرجان الجونه. شكرا يا انجي، شكلك زي القمر، انت اللي احلى. شكرا. ثانك يو. لسه مكملين معاكم من على ريد كاربت مهرجان الجونه في نسخته السابعه.